السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم معنا اليوم. إن شاء الله غادي نتحدث في واحد الموضوع اللي هو جد مهم بالنسبة للتداول. موضوعنا اليوم هو تهم أي شخص، خصوصا بالنسبة للأشخاص المبتدئين اللي هو داخل المجال ديال الفوركس أو داخل المجال ديال التداول. حديث اليوم هو حول موضوع ديال أنت واحد الشخص باغي التداول، تريد التداول، ففي البداية لا تسأل يعني كيفية التداول، شنو هو نوع المتداولين اللي تتواجدوا داخل السوق. يجب أن تعرف على أن هناك نوعان، وكل نوع عنده خصائص نتاعو اللي كتميزو واللي كتفرض عليه ذاك النوع. أول شيء ربما تكون مستثمر أو ربما تكون مضارب، انتبه لهذه النقاط. بالنسبة للمستثمر يا أخي، حنا نعرف على أنه سواء دخلت السوق بيع قيام بعملية البيع والشراء للعملات أو المؤشرات أو الأسهم أو السلع، فيجب أن تعرف أن المستثمر هو الشخص اللي كيشتري أو كيبيع على أساس مدة طويلة، فهنا رأس المال يكون رأس المال كبير. أنا كان حدد رأس المال المستثمر يجب أن يتعدى 3000 دولار أو 2000 دولار على الأقل. هو كيشتري أو يبيع ويترك الصفقة لمدة طويلة. يجب أن يراعي الرافعة المالية، ما يمكنش تدخل برافعة مالية كبيرة وأنت مستثمر ورأس مالك صغير، يعني لا يتحمل تلك الصفقة في أي تقلبات، لن تتحمل تلك التقلبات، بالتالي ممكن تخرج بالسوق وأنت خسر. كذلك أنا أحب هذه الفكرة وأقولها دائما، لا يمكن أن تكون مستثمرا ومضارب، يعني أنت تشتري بعض الأسهم وتتركها مدة طويلة وتقوم بالمضاربة، لأن يعني المضاربة اللي غنتحدثو عليه اللي هو مضارب غنركزو عليه، لأن أغلب أنواع الناس اللي كتشتغل برأس مال صغير فأنسب لها شيء هو المضارب، لن يتحمل وجود صفقات على مدة طويلة وهو يضارب بسرعة. إذا دخل في واحد الحالة النفسية وقام بخسارة معينة فكيدخل هو في واحد التقلبات نفسية داخل منو، تيقول كيف أنا غادي، عندي واحد الصفقة كنتظر على مدة بعيدة باش نحصل على واحد المبلغ وأنا خاسر في هاد الصفقة، فبالتالي تيرجع يغلق الصفقات اللي كانت عنده في الاستثمار. أول شيء بالنسبة للمستثمر تحدثنا عليه، بالنسبة للمضارب اللي غنركز عليه بشكل كبير، المضارب هو الشخص اللي كيتداول بسرعة، يعني بسرعة كيتداول على أساس أنه يربح وكيستافد من التقلبات السعرية ديال السوق، تيحاول يخرج بواحد الفترة قصيرة بواحد المبلغ معين سواء بربح أو خسارة. هنا المضارب إذا كان مبتدئ وما تعرفش، أفراج يعتمد على مجموعة من الأشياء اللي هي التحليل الفني، التحليل الأساسي اللي هو الأخبار، يجب أن يكون في اللحظة اللي هو تتداول فيها يكون السوق متحرك ويراقب الأسواق واش توجد أخبار، ويراقب استراتيجية اللي يعتمد عليها. وهنا من بدأ التداول كنصح دائما، كنصح البداية في المحفظة الافتراضية، يعني في أموال افتراضية كيعطيوك تداول بها باش تتعلم لا تربح شيء ولا تخسر شيء. المضارب راه هو تحديدا حددو الخبراء قسموا المضاربين ثلاثة الأنواع. أنا كنتمنى يكون أي مضارب من النوع الثالث، وهنا غادي تعرف الخصائص ديال كل مضارب. كاين المضارب العشوائي، هذا المضارب العشوائي هو دائما كيستخدم العواطف، غرائز ديالو كيدخل كيشوف صفقة أو شيء نازل، مثلا عملة نازلة كيشري وكيربح بسرعة، ما كيراقبش الأسواق واش كاين أخبار، توجد أخبار في تلك اللحظة أو لا توجد، ما عارفش أن السوق يقدر يزيد ينخفض، راه في أخبار قوية، بالتالي هذا كيخضع للعاطفة وما تيستخدم لا أي استراتيجية ولا أي شيء، إلى جانب كيتأثر حتى بالعوامل الخارجية اللي كنتحدثو عليها. يعني يشوف مثلا شخص آخر دار بيع يقوم هو بالبيع، دار الشراء يقوم بالشراء، هذا النوع غالبا ما كتنتهي المحفظة ديالو، أن المحفظة ديالو كتم كيقوم بتصفيرها في لحظة أو في دقائق. كاين النوع الثاني اللي هو المضارب التقني،
المضارب التقني هو كيعتمد بشكل كبير على المؤشرات الفنية والتقنية، وتتعامل مع الأخبار وكيستخدم الأخبار. لكن هذا المضارب هذا هو في طريقة صحيحة، ولكن دائما ما كيتأثر بالحالة، كتوقع عليه واحد الحالة نفسية. على سبيل المثال لم يتوفق في إحدى الصفقات فكيخسر، كيخرج من ديك الصفقة، بالتالي هو يريد التعويض، التعويض في نفس اليوم في نفس الدقائق، وكينسى أنه نفسيا غير جاهز للتعويض أو الربح، فكيبدأ بواحد العشوائية، كيطيح فخ ديال المضارب العشوائي، كيبقاش في مضارب تقني، تينزل المضارب العشوائي وتيخسر الصفقات وتيبدا يخسر، خصو يعوض في نفس النهار. لا إذا خسرتي المضارب راه يمكن يخرج بالخسارة، اغلق، خسرتي 10% من راس مالك، قم بأنشطة أخرى، انسى التداول، خلي التداول ليوم لآخر، سواء أخبار أخرى، واختار وشوف، راجع نفسك، شوف التحليل الفني، واش عندك مشكل في التحليل الفني، واش استراتيجية كتبعها غلطة، واش مازال ما كتفهمش الأخبار، حتى تمكن من استراتيجية اللي تنفعك وتلاحظ أنها مناسبة لك. واستراتيجية تحليل فني كتساعدك فقط باش تحدد مناطق الدخول والخروج من الصفقة، وتعرف انك تفهم الاخبار والتأثير ديالها على العملة او السلعة او المؤشر اللي انت كتداوله. ركز على شيء معين وراقب الاخبار وعرف التأثير ديالها، وعاد واحد استراتيجية وتمرن عليها. عاد هنا نقول لك انك وصلتي مرحلة ديال المضارب التقني، وحاول كذلك اذا اخترتي على الخسارة شيء موجود في التداول، ما كاينش فقط الربح، يعني ليس الربح فقط في هذا المجال هو اللي موجود، يعني لا ليس هناك أي شخص على مستوى الكرة الأرضية كيربح دائما، يعني هناك كل يوم كما كنقولوا هنا أن الثقة الزائدة راه ما تتنفعش. التداول هو كأي عملية بيع وشراء في الواقع، راه يوم تبيع يوم تشري، يوم ما تبيعش يوم تخسر في السلعة، يوم كل يوم محال. اذا تمكنتي من داك وتفاديتي هذا الكلام كله اللي تكلمنا عليه، تفاديتي الاخطاء كلها، هنا تقدر توصل لما يعرف بالمضارب الاستراتيجي، اللي هو اي شخص كيتمنى يكون مضارب استراتيجي كيعتمد على واحد المؤشرات فنيه وتقنيه واداريه وماليه. اول شيء عنده راس مال مثلا 1000 دولار، يتداول بمبلغ 100 دولار، برافع ماليه، ويدخل بصفقات فقط بديك 100 دولار، كيركز على صفقة معينة، كيراجع الأخبار الأساسية، بعد ما كيكون وضع واحد الاستراتيجية ديالو تيشتغل بيها، تيخدم فقط مثلا ب10% من رأس المال، ويترك الباقي احتياط ليتدارك به أو ليزيد في أرباحه إلى غير ذلك. وهذا النوع لا يتأثر بالعواطف، يعني لا مثلا أنا أتداول عن النفط فوجدت على أن النفط في أقصى وصل لواحد القيمة كبيرة، فأنا أقوم بالبيع لأن ربما السوق لا زال يرتفع. رجم تراجع الأخبار، متخدعش العواطف ديالك، ربما هناك أخبار قوية اللي بشأنها تخلي البترول يصعد حتى 100 دولار، لماذا؟ يعني لا تشتري من كما يقولون من القاع وتبيع في القمة، بعض المرات القمة راه مش غير معروفة. كذلك الشخص أو المضارب استراتيجي فهو عندما يشعر بأنه خسر واحد الجزء من المبلغ فهو تتوقف، مش ميخدعش الحالة النفسية. نحن نعرف إذا خسارة فتتغير الحالة النفسية، التركيز نتاعك كيتغير، بالتالي يجب أن تركز وتأجل، تأجل التداول ليوم غد أو ليوم الآخر، حتى تكون بكامل كما كنقولوا قواك العقلية، يعني نفسيا أنت جاهز لبدء بعملية تداول، ولا تحاول رفع المالية باش تعوض خسائر وتربح، إلا في حالة إذا وجدت صفقة نسبة ربحها 100% أو 90% فما فوق. النقاط اللي خصك تركز عليهم أي متداول كيف ما كان،
هناك عدة نقاط. أول حاجة هو أن أي صفقة كتدخل ليها يجب أن تضعها في سواء في نفسك أو على مستوى الصفقة، نقطة الدخول من الصفقة ونقطة الخروج، يعني توضح واحد النقطة اللي غتحقق فيها الربح ديالك، والنقطة إذا خسرت تخرج منها. لا تخضع لي عواطف، تقول خلي ربما يرجع السوق، لا، قم بدراسة وحط نقاط معينة أنت تتداول على عدة نقاط، كما تتداول عليها في الربح فأنت في نفس الشيء في الخسارة. مثلا 10% من الصفقة أو 20% من الصفقة ربحا تخرج، 10% الصفقة خسارة تخرج. كيف تحدد هذه النقط؟ من طريق التحليل الفني والاستراتيجيات اللي تحدثنا عليها سابقا. تسجل الملاحظات على الطريقة اللي كتداول بها، شنو هي الأخطاء اللي وقعتي فيها، واش هي نافعة أو غير نافعة، تغييرها. ما تعتمدش فقط على واحد الاستراتيجية تبقى فيها، لازم تبحث وتدرس وتتعلم التحليل الفني وتعلم التحليل الأساسي. كل هاد النقاط اللي تحدثنا على انواع المضاربين، وتحدثنا على المزايا والسلبيات ديال كل نوع، وعرفنا على انه السوق دائما ما تتعاملش بالعاطفة سواء كنت مضارب او مستثمر، وان كان المضارب كيتعرض لخسائر اكثر من المستثمر. الحالة النفسية، قلنا على ان في حالة خسرت فيجب اغلاق الصفقات و وقف التداول إلى يوم آخر حتى تعدل الحالة النفسية ديالك. تتنا على نقطة أخرى هي تحدد نقاط الربح والخسارة، باش ما تبقاش في الفخ ديال أنك دي تبقى تشوف الخسائر وتستسلم وتخليها، تقول ربما يعود السوق بعض المرات لا يعود، يعني فاش تكون أخبار أساسية قوية فأكون يقينا أن حتى وإن بلغ سعر جديد ما عمره بلغ سنوات ممكن يفوت داك السعر، او ممكن العكس الا كان خبر سيء ممكن ينزل. وهذا الشيء اللي شاهدناه في على سبيل المثال في البترول، هذه تقريبا بداية فيروس كورونا، هناك مجموعة من المضاربين لاحظوا ان السعر انخفض وقاموا بالشراء وانتظروا انه يصعد، وفي نهاية المطاف استمر في النزول، وصل واحد السعر يعني ما عمرو وصلوا، وبالتالي خسروا الأموال ديالهم. بل مستثمرين اللي كانوا كيستثمروا وخسروا، رغم أن عندهم رأس مال كبير وكانوا كيستخدموا في عملية صغيرة، ومع ذلك تعرضوا لخسائر كبيرة. دائما لا تخضع للعواطف، وراقب نفسك قبل ما تراقب السوق. وتنتمنى لكم في تكون في هذه المعلومات اللي تحدثنا فيها على هذا الموضوع اللي هو جد مهم وأساسي قبل أن تتداول، ولا قبل أن تقوم بأي شيء في التداول. طبيعة الحال كنت مضارب، غنزيدك نقطة مهمة، اختر الوسيط المناسب للتداول. يجب أن يكون الفرق بين البيع والشراء السبريد يكون صغير، باش انت منين تدخل الصفقة أو تقوم بالدخول للصفقة لا يكون هناك فرق كبير. يعني نحن نعرف اي واحد يدخل الصفقة يدخل على واحد الخسارة، السبريد فرق ما بين البيع والشراء، بالتالي اذا كان الفرق صغير فهذا كيشجعك على انك تربح، وكيكون تتراجع في تلك الخسارة البسيطة كتسجل نقط الربح بشكل سريع. وبالتوفيق للجميع. اذا عجبك الفيديو لا تنسى اعجاب والاشتراك لبلا تفعيل الجرس. اي تساؤل طرح لي سؤال وان شاء الله ساقوم بالاجابة عليه. والتوفيق للجميع.